Olá, amor.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. هذا دعاء وأعتقد أنه دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله الذي لا إله إلا هو أني شفت أثره على نفسي أنا محاكي أثره على نفسي وعلى حلالي وعلى الشيء اللي أنا فيه. الدعاء: اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والله أنه مهم، والله العظيم يا جماعة أني شفت أثره على نفسي أنا. خله مع وردك اليوم،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وإياكم أن أسمع. ما أدري ناصر اليوم ناصر 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 زد خيرك قصدك؟ لا ما هو باليوم. لا بكرة 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 زد خيرك بكرة والله زد خيرك بكرة. الحين ماجد الغامدي زد خيرك مرة واحدة ولا مرتين؟ خلاص بنكلمه بنكلمه ذا الليل وبكره نذبحه. هجر صوت الحزن يا الدراما هذه القهوه يبون المخرج. لا دراما ايش فيهم؟ يبون المخرج كل واحد يروح المخرج الحين. صدق؟ ايه ناخذ جابر حزاحن. لا المخرج مين اللي كاتبين المخرج؟ مين؟ جابر المخرج والمنفذ والجمهور لا لا كلش. شكرا طال عمرك كافي ووافي. انا؟ اي تنوب عن العالم انا كتبتك. لا لازم اجي اسمعك قبل لان انا الحين اللي اخترت الفيلم؟ خليني اختار الكلام اول ما دخلت يبون من كل مسرحيه واحد؟ ها؟ لازم الفيديو مرتبط بالموضوع. خلاص انت هزاع ها؟ طيب اوكي يا عيال بالله اعطوني ثانيه الحين يبون اعطوني ثانيه بس اعطوني ثانيه امس الفهيد هل قال لازم الفيديو يرتبط الموضوع؟ لا 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 هو أبا اقسم بآيات لا ولا إيه دقيقة خلنا بس حتى انا بعلمك الموضوع كله انا فاهم بس انا بغيت تختصرنا لا 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 انا سائل ناصر الحربي حلو ايش قال؟ قال لي ناصر الحربي ما له اي علاقة وانت لا لا تكلم فهد ما له علاقة البارح قال ما له علاقة فهد اخطا فهد الفهيد يوم جلسنا اتوقع سأل واحد اخطا اول مرة والعيال تبرمجوا اول مرة اخطا قال لازم يكون سوا اسمع ابوي انا كنت حاضر اقطع هذا اسابيع متتاليه اقسم بالله مع ابراهيم خلي ابراهيم اقسم بيت انا قال اول مره ايه انت موجود ايوه قالها صح ايه. انا عقب ما قمت ما ادري ايش صار رحت انا يوم قالها رحت سالت ناصر لا منك والله قال مره جانا اول مره اول مره ايوه جالسين هنا امس يوم لا يوم والله امس قال خسرت امس ما قال امس ما قال سلطان خسرت ما فهمت سلطان ما ادري ايش كتبت امس ما قال عاد روح اختار الموضوع حق مبادرتنا روح انت انكر انا المختار لما حد اختار مد ربك اني المختار وانا اللي كاتب اخذنا اخر شيء احنا الرابع موضوعك موضوعك والزمن الجميل تاهي صح السلام عليكم ربك كان عليه هذه ولد عليكم السلام هلا يلا مشينا نبا شاي شاي ابشر
شوف القمح عقب الحلقة بس خليه يقول خله بصب لك يا رجل راح تصب على رجلي مرة واحدة ها هزاع مرة واحدة هو عشان الموضوع المسرحية ها عادي نجيب هنا امنا ومرة واحدة وانت رايح لهم بعد قل انه انا اللي شو اسمه يا ولد الرجال هناك عقب فقرتنا ذي وين عبد القادر والله ما ادري بس الزبده شوفها بالله اهتم فيها تكفى شرينا اقرا الله اقرا الله لا يا الله على طول يشبك على اي موجه السؤال يا عيال الحين يفوز بالسيطرة يفوز بالمطاعم كلها ولا شلون؟ ولا بس الناضج؟ لا بس الناضج لا بس الباقي كلها بتصير بفلوس ما ادري والله زود شوي اوب 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 شتي الشاي يا شاي مجرم انت ايه لا انا ثري شو اضبطه ابو بسم الله انك مجرم ثري شو اضبطه ها اضبطه شاي هالورق انت معجبني والله بالورق اضبطه وش دومك يا قلبي عوذ بالله هذا البراق ها كيف الحين؟ احسن من الظهر فوكس حطيت ولا ايش حطيت؟ والله ما خليت طيب والله ما تكلم الاداره ما له داعي ها؟ في كاس أكبر تبي فيه؟ لا لا هذا أحلى. ببيه بس. حطه هنا. ها؟ وين العيال؟ وين؟ أجيب لك كاس طيب أزين؟ جيب لي كاس جيب لي. ليه؟ لا خذ الكاس وأنت. خلاص جيب لي كاس وصب فيه وجي تعال. ضروري الآن ها؟ تعال خذ خذ. جيب يا شيخ. أبيك أنت. يمكن مو بهنا يا خالد خالد يمكنهم في الحكمة ولا هناك إلا هذا ها هذا
تبقى. يا مساء الخير. الله. مرحبا. البقع. كيف الحال؟ شو اخبار خالد؟ بخير. طيبين؟ الله بشر. كيف علومك؟ يا ربي لك الحمد. مشتاقين لك. البقع. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. شو اخبارك؟ طيب. مساك بخير. قبل الهوى كان ترحيبك مرحبا في ذمتي وكذا. الان خلاص هذا السلام الثاني. عليك بالاولى. الله يعطيك العافيه. وش حالك؟ ابد هي اللي ثابته. طيب. الله يسلمك. الله يحييك استاذ ماجد. كيف الحال؟ طيبين. ودنا نزود فقرتك. خليها يومين بالاسبوع. الله يسلمك. كيف ظنك واحدة واخاف انه دحين تلقى بعض الاحيان الشباب. لا بالعكس والله العظيم انا نبغى والله نبغى. الله يوفقكم. وكانها يوميا بعد زين. ما شاء الله. بعد يوميا عاد بنتعب. ما احنا مجاملين بس نبغاها يومين ثلاثة. الله يعافيك. كيف الحال؟ مرحبا استاذ ماجد. كيف الحال؟ طيبين. هلا غازي. كيف الحال؟ يا مرحبا. طيبين. اهلين اهلين. كيف اخباركم؟ كيف الحال؟ طيبين. طيب. شو اخبار الشباب؟ طيبين جميعا. الله يوفقكم يا رب. الحمد لله. صدقوا هالسنه اني ما مريت على المحلات. شكل الشباب قاعدين يكتملوا ما اكتملوا. تبين مر على المحلات؟ خلينا نمر سلام كذا بس. الناضج خوينا وعارفينه. خلينا نمر على الثاني لين يكتمل الشباب. بسم الله. اي بس كذا مرور الكرام. هذا عندنا ما كانت مخطط لها. ريست نايت. سلسله فنادق ومياه ريست نايت. طيب خلينا نسلم عليهم. المفروض الاستاذ ماجد هو اللي يعرفنا. ريست نايت الفندق ومياه. السلام عليكم ورحمه الله. مساء الخير. كيف الحال؟ طيبين. الله يوفقكم يا رب. الله يبارك فيك. على القوه ان شاء الله. ريست نايت طبعا الاجنحه الفندقيه شمال الفندقيه. عندنا 6 فروع في الرياض منهم فرع في وادي الدواسد. كمان عندنا اجنحه ملكيه من ناحيه عرسان جنب في اي بي. في موقع الحج من خلال موقع ريست نايت دوت كوم وشركه مياه ريست. ما شاء الله. حايز على ارض المزق عام 2015 وعام 2017. طيب خليني ابغى اذوق الحين بس بارده ولا؟ لا بارده ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الجوده الغازيه بروكسل بلجيكا. بسم الله. على مستوى المملكه دي تماما عشان نيترات اقل واملاحها. والشخص هذا ماخذ ريست الحين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ترى الكاميرا مين طلعته ورطته الحين. هذا منها. الله يوفقكم يا رب وعلى القوه. شكرا. الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله. او بعضهم باقي في الصلاه ما. كيف الحال؟ ايش اخبار بحور؟ بسم الله. طيب ما تجدد اتش دي. ما شاء الله. تعال تعال خذ بنا جوله هنا مع الشباب ايضا. مرحبا الف. السلام عليكم. كيف الحال؟ حياك الله. انت معنا ما شاء الله من العام واظن قبله كل العام. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ اول زياره لي في هذا القناه اول من لقيني وطيبني هذا الرجال اعماني. يا ولد انت الحين قاعد تمدح الدخيل للعود ولا قاعد تعطيه حد؟ بخني الين اغمى علي. الله يسلمك ويعطيكم العافيه. من زود الكرم. الله يكثر خيرهم ويجعل ملحهم ان شاء الله. كرمك الله الجنه. حتى نكمل الدعايه هذا ريحته طيبه وش اسمه هذا؟ هذا ديلاين برودز. ما شاء الله لا ريحته طيبه. والله فيه اللي يطير نسائيه في شركه تدخيل للعود. ما شاء الله برضو عندنا المنتج. اجل بمدح غيره هات خلي. لا والله انا قاعد اقولها جاده بعيدا عن هديه فعلا ريحته طيبه. يجي عندنا اكثر من لون عرفت اللي هو يجي رجالي ونسائي. نعم نعم. واللي يجي كبار سن برضو ما شاء الله. يعني المنتج اكثر منه عندك نفس كراون في اكثر من خمس منتجات خمس الوان منه. الله يعطيك العافيه. يجي فرنسي ويجي موجود بالنسبه دي لاين عندنا ثلاث انواع دي لاين فضي دي لاين ذهبي وهذا دي لاين برونز. هذا طبعا يجي رجالي نسائي. ما شاء الله. هذا رجالي رسمي وهذا اللي يعني ما قصرت. الوضع خشره خشره. نعم. يا اخي اختصر لك اياها يا دكتورنا. ما قصرت. هذا رسمي من اسباب الدوام في عطر. الله يعطيكم العافيه. اذا بقيت تجيهم هنا. وهذا عندك من ياسمين هذا نسائي. يا كذا ما شاء الله كرمتنا كثير. اعطيناك هذا يمشي كذا وكذا. ما قصرت وان شاء الله تعالى عشان ما اقعد اشيله برجع لك اخذه بعدين. اسمع مني يا معك هيا ابو حور. والله انا ان شاء الله. لا لا عندي والله. طيب. من يوم دخلت القريه وانا احوش على عطر عندهم اسمه العزايم. واعطونيه وبشر اني كسبت المعازيم. المعازيم واضح انك المعازيم. المعازيم بيض الله وجهك بنجيك. وفي الاخير اخذته باستحقاق ولا كيف؟ لا والله كذا قلت اطلب قال اطلب واخذته يا طول العمر واخطبها زي الوحش. الظاهر انه مقفل مقفلين في الصلاه باقي مركز ذكي.
ذكاء الغذاء. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ الاسم جميل، ذكاء الغذاء. إذا في كاميرا جوا دخلنا إن شاء الله، يجي المخرج يقول اطلع، ما في كاميرا، ما احنا شايفين. ما شاء الله تبارك الله. إيش الفكرة العامة؟ المعرض تخسيس لياقة بدنية، بيعتمد على التغذية السليمة، اللي هو عايز يحس، عايز في نحافة شديدة في الجسم، عايز يتخن، فبيعمل له برامج تغذية. مثلا بيحلل برضه، في عندنا تحاليل للكبد، للدم، للنحافة. فين فروعكم؟ في الرياض؟ هو في مخرج 15 في الرياض، هو فرع واحد إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب وعلى القوة. برضه في برضه عندنا نظام قياس نسبة الدهون في الجسم، بيعرف مثلا اذا كان عندك 2 كيلو زياده او 3 كيلو زياده في الجسم، وبعد كده بناء عليه بيبدا يشتغل على التنحيف، بيستخدم اجهزه زي جهاز نحت الجسم. انت تعبتني شويه، تاشر لي هنا فروح هنا وهنا شويه، بس لا ترجع تاشر لي هنا مره ثانيه. خلاص كده انا بس اللي هو بنستخدم جهاز نحت الجسم ده مقفل وزن الجسم بتاعك ينحت على المقل. الله يوفقكم. شكرا. يعني قد انت من بياكل فاحسن لك مطعم، خليك ذكي في الغذاء. اها، هذا امس فاته، هذا امس تو طازه يعني. السلام عليكم، بالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يوفقكم. محتاجين تشرفوني بس 10 دقائق بس. عادي، اذا بدينا احنا برنامجنا ان شاء الله من ياتي بعدي يزوركم. لا ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ ديال بن عوض شركات الساعات. ما شاء الله ما شاء الله، المنتجات المحليه نحبها دائما ونشجعها. عندكم شركة كاربيال تأسست منذ 35 سنة، من يوم تأسست تخصصت في الساعات، في اقتناء الموديلات الحديثة. ما شاء الله. عندها موديلاتها في الألماس، داخلين في عالم الألماس وعليها ضمان وكل شيء. في ضمان، في هي الشركة الوحيدة اللي تكتب عدد قطع الألماس. ما شاء الله. وأخذوا درع هناك. وعندنا درع تأفضل علامة تجارية في المهنة. الله يوفقكم يعطيك العافية. السلام عليكم. كذا باقي ما شاء الله تبارك الله. قصر الأواني. قصر الأواني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ نورت والله. الله يعطيك العافية، أنت النور كله. قدر الضغط أستاذ ماجد حق الشفا وهذا الخيل. ما شاء الله، أنت راعي الطايف على طول. إيش أفضل منتج ما قد قلته لأحد زار قبلي؟ فعلا كذا منتج مميز عندكم، بدل ما تقعد تقول لي قصر الاواني وعندنا شغلات كثيره وعندنا شايفينها في الصوره. لا كل شيء عندنا. لا طيب خليني اقول اكثر حاجه طلب عند الزباين. عند الوالده، الوالده الله يحفظها، ايش تتوقع انها تهتم فيه؟ ايوه. ايش تتوقع الوالده تهتم فيه؟ اكيد طبعا البذور، عجانات، يمكن جوده الزمزميات. بذور عجانات، جوده الزمزميات جودتها يعني ممتازه. لا ممتازه جدا طبعا. المشكلة الوالده عندي الله يحفظها، اي زمزمية قهوة ولا شاهي إذا ما عليها نقطة حمراء تقول مي ممتازة. المانح هذا ممتاز. طيب وهذه اللي عندكم؟ ما هي إشكال هي. طيب حطوا نقطة حمراء عشان الوالدة عندي تقتنع. ليش نقزين؟ ما قلنا لو نقطة حمراء. حطوا نقطتين طيب. عندنا ما غير 5000 صفنة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب. بس حبينا نمزح معاك. أوما سودان جميلة وسوداني الخرطوم، أحب سودانيين واو. الله يعطيكم العافية. شكرا. ما شاء الله كذا أخذنا لفة على الجميع. باقي جويلز بس شكلها باقي في الصلاة. جويلز الملابس الرياضية. ما شاء الله. طبعا أبشرك أعطوني هدايا، يعني صرت البس ملابس رياضيه. مدري ودي كذا اشوف شكلك باللبس الرياضي وشعرك كذا منفوش. لا 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 ما شاء الله. السلام عليكم. والله ما شكلك. كيف عبد الله؟ السلام. طيب ايش اخبارك؟ امورك؟ طيب صحتك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. الله يسلمك. تبغي تزور المخرج؟ جدتي سمره. خلاص دكتور سمره، ما ذكرني بجدتي سمره الله يعطيها العافيه. على طول ريحتها عبد الله. يسمع اسمع الحين جاك، تفضل. اقول ذكرتني بجدتي سمره سكنها الله يعطيها العافيه، الله يطول عمرها. ايوه دايم على طول تحب الفوكس لانها تعبانه بعض الاحيان. انت الحين شهرت في الادمي، ما حد داري عنك. ما دريت انه فيه مرهم مرهم معين الرجال، ريحته كانها فوكس. عندي اصابه في ظهره قدامك العافيه، بدل ما تقول قدامك العافيه تقعد الحين. ليش؟ ابغى يقلد ابو حور، ابو حور ضد الكسر. ما انا اطيح على شيء. لا تعطي نفسك عين. لا تعطي نفسك عين. ترى سلمنا عليك من اول صح؟ ايه. اهلين اهلين، الله يعافيك. والله اني قابلتك قبل شوي. نعم نعم قبل شوي، قبل شوي برا الهواء. والله والله انك جيت.
واني ابغى اربط. رئيس القريه صح صح صح، تم التبعيد رئيس القريه ما شاء الله. السلام عليكم ترى والله محصل طيب ما شاء الله شلونك والله صحتك الله يعافيك ايش اخبارك يلا حيو هلا كيف الحال؟ طيب هلا هلا عبد القادر كيف الحال؟ الرئيس السابق المخلوع شو اخبارك؟ القادر الشهراني ضيافه المخلوع احد الاعضاء صفار طيبين تم التبعيد فواز عوده نمر والنعمه طيب يا هلا محمد بن جخير سلمنا عليك عند المدخل نعم هنا هذه اوسع هذه الجلسه تبينا تفضل هلا خلونا هنا هذه بعدين بعد شوي بنطلع هناك ان شاء الله ما شاء الله الكتاب كمان موجود هنا تسلم الله يعطيك العافية ما قصر.